يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء. كلام حلو بقى في الكوره بعد ما اتكلمنا كمان في الباسكت، كلام حلو ايضا في الفقره الماضيه مع الاصدقاء الاعزاء امير عبد الحليم واحمد نجيب. امير مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو، شرف ليا كالعاده حبيبي، ومبسوط ان انا معاك يا حبيبي. نجيب كالعاده برضو مشرف ومنور. انا الاكثر انبساطا الحقيقه، يعني شفت بقى قمتين يعني من القمم. طيب نهني الاول نجيب على ليفربول، طبعا بيحب ليفربول قوي. لا وداخل بيقول لك ليفربول ابدع وبتاع. طبعا ده كان شوط اول وحش قوي، بس شوط اول وحش على قد فهمي. لا يا باشا العفو. ليفربول بس عامه يعني الاهم انه كسب. وانا بقى بالنسبه لي ماتش ليفربول النهارده وارسنال، شفت صلاح في الملعب بس نزل الشوط الثاني مهم قوي، خدت نفسي يا رب ينزل عشان في حاله شك كده. ايوه لو صلاح ما اشتركش النهارده، يعني نحمد ربنا ان الظروف خدمتنا وان كلوب عارف المشكله فين، المشكله اللي حصلت بسبب وجود جوتا ودياز مع ماني والتبديله الغريبه اللي هو عملها في الخط. مظبوط. فكره اصلا بدا بماني على اليمين ديت، انا في رايي كان فيها مشكله. هو افضل واحد في الثلاثه بيدافع. مين؟ ماني. فهو محتاج يحمي، لان ارنولد هو اقل دفاعيا من روبرتسون، فهو محتاج يحمي بشكل ما، لانك الدنيا اختلفت في عدم وجود صلاح، الدنيا اختلفت خالص. صح. وكان قلقان من مارتينيلي، احنا شفنا مارتينيلي عمل ماتش شكله عامل ازاي على 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 ارنولد الحقيقه رائع. وهندرسون كان مشغول بالعمق علشان اوديجارد وتوماس بارتي، لان واحده من اهم نقط تفوق ارسنال، ارسنال عامل فورمه هايله بالمناسبه في الدوري. طبعا مشكله ليفربول الاساسيه النهارده كانت ان ليفربول مش قادر يجيب الكره بسرعه، مش قادر يجيب الكره بالمعدلات الزمنيه اللي بيجيبها عاده. صح. الراجل عارف المشكله دي فين، لكن هو ما يقدرش يدي فيرمينو وصلاح وقت طويل. فكان صابر عليهم الجول جه، بس هو اصر على قناعاته وفعلا غير. كانوا واقفين على الخط، هو كان هيرجع في كلامه، غير على الاقل كان ممكن يقعد واحد فيهم شويه، ما يحطش اثنين مره واحده. صح. انك تعمل في الدقيقه 54 تعمل تغييرين وانت هيبقى فاضل لك تغيير واحد، ما تعرفش الجيم رايح فين. لا وتغييرين هجوميين وانت متقدم 1-0 كمان، كان ممكن بالزبط. يبقى وتكافئ مباشره في الجول الثاني. الجول الثاني ده ثلاثه ضغط عكسي في ثلاث ثواني. ضغط عكسي من فيرمينو، يستخلص الكوره، بيعمل كره عرضيه توصل لصلاح في اللعبه الثانيه، بيشوطها بيستخلصها، تروح لروبرتسون يستخلصها برده على الخط. ضغط عكسي في اعاده حصلت للجول ده، شفتها بتاعت فيرمينيو، تحركاته في الجول ده كانت مرعبه. ده شيخ العرب لحد لحد ما وصل للجول. تمام. فيرمينيو طبعا بيقدم مستويات مش كبيره الموسم ده، بس عمل تحركات تبهر، مدهشه مش طبيعيه يا معلم. ده مش ضغط عالي، ده قصف. ايوه صح بجد. مش ممكن زي ما شرح كده بالظبط احمد في الـ في الـ في الجول. ان فيرمينو الاول وبعد كده تروح لصلاح، بعد كده تروح لبيرتسون، وروبرتسون ياخدها من توماس بارتي اللي هو اقوى منه بدنيا، ويروح يلعب العرضيه بشكل مظبوط، وتروح لفيرمينو، وفيرمينو يخلص. وفيرمينو زي ما انت ما قلت هو اقل من دييجو جوتا السنه دي، لكن بص بقى ازاي الراجل هو خلاص مخه اتشال، واتحط اداه الضغط اللي حاططها يورجن كلوب اللي زرعها. صح. في ماني وفي صلاح وفي باقي اللعيبه. صح. فالراجل حتى وان كانت مستوياته التهديفيه قلت، لكن عارف هو نازل يعمل ايه. مظبوط. وده سبب اصلا نزوله من البدايه، يعني دييجو جوتا لو ما كانش جاب الجول كان فيرمينو هينزل. مظبوط. بس خلاص هو الراجل استغل الغلطه بتاعت رامسديل وسجل، بس خلاص التغيير حصل. ولو حتى كانت النتيجه 5-0 كان برضه يورجن كلوب هيعمل التغييرات دي، وانت راجل بتشجع ليفربول وعارف. هو بص الجولين النهارده افكار يورجن كلوب بالظبط. الجول الاولاني انت هدفك كله انك تلاقي ثغره او تشانل معينه ما بين المساك والظهير، تفضل تدور الكوره لحد ما تروح لالكانترا، هو بقى الراجل المايسترو بتاع الفرقه. صح. اللي عنده قدره انه يحط التمريره، هو اصلا جاي عشان التمريره ال 30 متر. أيوة. اللي في عمق الدفاع هو جاي عشان يعملها الاول لليفربول، يعني كان هيعملها الاول. العكس كان هيعملها الاول. اتكلم هو دياجو نفسه بعد الماتش في التصريحات الصحفيه في ميكسد زون، قال لك انا عملت اسيست لكازيت بس ما استغلوش، فكان لازم اعمل اسيست الناحيه الثانيه. صح. فالحقيقه دي فكره هايله جدا. والفكره الثانيه بتاع الضغط العكسي، انا اخر حاجه هقولها في الحته دي عشان ما اطولش. صلاح وهو بيشوط الكوره قبل الجول الثاني، وهو بيشوط الكوره مجرد ما خرجت من رجله هو جري يضغط، وهو متوقع انها هترد في وسط غابه السيقان الموجوده، هي هترد. المدافع ارسنال قبل ما يستلم ويلف، لا صلاح بيحط رجله معاه وبيعمل ضغط عكسي، فبناخد الكوره وبنروح. بالمناسبه انا كنت بقى انا النهارده وانا بتفرج على صلاح من ساعه ما نزل، عملت حركه ناس طيبين كده غلابه زي حالاتي، اللي هو ايه، صلاح بيضرب السبرنت، رجله بتنزل على الملعب. أيوة. كويس. ايوه بيدخل كويس، في تفاصيل كده. ايه برافو عليك عشان اتاكد ان هو اتمت مره واحده من غير ما يفكر، فهو ده سليم الحمد لله. سليم بالظبط الحمد لله، مفيش قلق يعني. لا انا اطمنت اكتر لما خد الكوره في نص الملعب وفضل دايس فيها، ما رضاش ان هو يفاصل لحد ما كان تشاكا اللي عمل عليه الفاول. في ساعتها قلت بس كده خلاص، احتفظ بالكوره تحت رجله، وما كانش مقلق من الدخله. يبقى خلاص منافسه بقى حلوت ليفربول ومانشستر سيتي، فرق نقطه واحده،
والبريمير ليج ولع ولع. خد بالك ان كده بقى الموضوع في ليفربول يعني طبعًا. قبل تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي كان ليفربول محتاج يفوز بكل الماتشات بما فيهم ماتش مانشستر سيتي ويحافظ على فارق الاهداف لصالحه صح. علشان يكسب البطوله في النهايه. دلوقتي لا خلاص هو ليفربول زي ما هو محتاج اكسب كل الماتشات. كسبت كل الماتشات بما فيهم مانشستر سيتي انا خدت الدوري خلاص ومليش دعوه مانشستر سيتي هيعمل ايه في الماتشات المتبقيه. بس انا حاسس انه الفريقين هيقعوا يعني سيتي ليفربول هيقعوا في ماتشات تانية غير الماتش اللي بينهم ده اكيد في اول ابريل ده اكيد. بص قرعه دوري الابطال يوم الجمعه هتحدد شكل بشكل كبير وده اللي لو تفتكر يا كريم برضو قلته لك في قبل القرعه اللي فاتت ان مانشستر سيتي بصراحه انا بشوفه محظوظ قوي في موضوع القرعه ده. يعني تلاقيه مثلا راح يلعب سكر الحوامديه في دوري الابطال تلاقيه راح يلعب سكر ابو قرقاص في كاس الرابطه يعني بصراحه ايه رايك لو سيتي اخذ ريال مدريد؟ والله بص يعني بالنسبه لي انا كمشجع بجد بقى كمشجع لريال مدريد انا لسه لابس منهم من ليه بص ليه يا اخي عايز اقوله لك بقى يعني بنزيما ناقص يتشقلب اللي عايز اقوله لك حاجه واحده بس ماتش 1 ابريل 1 ابريل ده اللي هو بتاع مباراه سيتي وليفربول بين ماتشين دور الثمانيه في الشامبيونز ليج فهي دي فارقه جدا بقى. ممكن يجي لك فريق زي تشيلسي موضوعه في الدوري خلصان ومش عايز حاجه مش فاضل له في السيزون كله غير نلعب على تشامبيونز ليج فهيبقى في الحاله دي هو قتل نفسه وانت عندك اهم مباراه في السيزون ما بين الماتشين. ممكن يجي لك فريق زي بنفيكا فريق اقل خبره ببطوله زي فياريال فريق مش فورم هايل وانت كسبته قبل كده زي اتلتيكو مدريد فالحقيقه القرعه فعلا انا هاكد بس على كلمه امير هتخدمك قوي لان ماتش سيتي بين المباراتين ودي مهمه مظبوط. وخد بالك ان اللي فات يا كريم ليفربول الحقيقه اللي فاتوا في ماتش ارسنال واللي فادوا في الماتشات اللي فاتت انه كان خارج بنتيجه ايجابيه من سان سيرو ضد انتر ميلان صحيح. فلما رجع في انفيلد لعب براحته وماتش سيء قوي وعلى الواقف وكلهم ولعب براحته اللعيبه كلها كانت بتلعب فعلا على الواقف خلاص هم مش عايزين حاجه من الماتش فخسر الماتش مش مهم المهم الدوري احنا ماشيين كويس بشكل ممتاز في الدوري وفي الوسط خد كاس الرابطه فالدنيا كانت ماشيه معاهم بشكل كويس. لكن لو كانت النتيجه مش 2-0 في سان سيرو ما كانش ده خالص ده اللي خلاهم يبقوا كويسين في ماتش برايتون وقدروا كام اوفر اصابه زي اصابه صلاح دي ودي لعيب كبير يعني. طيب احنا اكيد كنا كلنا بنتفرج النهارده على او غالبيه الناس كانت بتتفرج على ليفربول وارسنال بس في النص كده واحنا عايشين مع الماتش دوت حصلت مصيبه في تورينو مصيبه فعلا انا ما صدقت انا ببص على النتيجه لا مستحيل هو اليوفي طبعا مش في احسن احواله بس برضه ما يخسرش على ملعبه من فياريال 3-0 مظبوط. ايه اللي بيحصل في اليوفي رغم ان اليوفي يعني كان بيحاول يتحسن في الاسابيع اللي فاتت عن بدايه الدوري مستحيل مستحيل تصدق يعني. بس هو يوفنتوس بصراحه يعني انا ساعات كتيره ما ببقاش عارف هم عايزين ايه. هم عندهم سوء اداره غريب جدا يعني هم مشوا أليجري علشان أليجري كان بيحقق نتائج بس ما كانش بيلعب كره حلوه وجبنا كريستيانو رونالدو عشان كريستيانو رونالدو بقى اللي كسبنا دوري الابطال فراحهم عملوا بصراحه توليفه مدربين غريبه وعجيبه فكانت في النهايه انت ولا بتلعب كره حلوه ولا في النهايه بتفوز بحاجه وبرده نفس التارجت بتاع دوري الابطال خسرت من اكس خسرت من بورتو والسنه دي بتخسر من فياريال. يعني تخيل انت جايب كريستيانو رونالدو يكسبك دوري الابطال فبتروح تجيب اندريا بيرلو يدرب الفريق باي عقل باي منطق صح. يعني الراجل كان راح يدرب فريق الشباب في يوفنتوس فروحت انت جايبه قلت له لا يا معلم احنا مشينا ساري فهنيجي نمسكك الفريق الاول طب ما انت جايبه اصلا يتعلم في فريق الشباب صح. فتروح تمسكه فريق انت عايزه يكسب دوري الابطال وفي كريستيانو رونالدو عايزه يتعلم في كريستيانو رونالدو بالظبط مش منطقي تماما طبعا. وعلشان كده بصراحه لما بشوف وده حقهم طبعا لان ده جمهور في النهايه ما بيفكرش بالشكل ده لما بلاقي ان جمهور يوفنتوس زعلان من ان رونالدو مشي في بدايه الموسم ويقول له يا عم ما انت رحت هو مانشستر يونايتد عملت ايه ما هو برضه بصراحه راجل عنده حق يعني الراجل هو مش شايف اي مشروع واضح ليوفنتوس لان يوفنتوس راح جاب أليجري يعني طب ما هو يعني انت ضيعت سنتين في الهوا طب ما هو أليجري كان موجود وكان بيوصل لك نهائي تشامبيونز ليج فطبعا أليجري جاي في مهمه انقاذ يعني اللي هيبص على سكواد يوفنتوس مش هيقدر ينافس على اي حاجه ولا حتى على الدوري الايطالي ومستواه في الدوري الايطالي واضح والفرقه بتكسب يعني هو 1-0 1-0 يعني الكره بقى بتاعه أليجري ف في دوري الابطال المفاجاه هنا مش انه يوفنتوس خرج لان يوفنتوس ما هو خرج من اكس وخرج من بورتو السنتين اللي فاتوا المفاجاه ان انت رحت اسبانيا لعبت ماتش جيد الى حد ما صح. وعندك فلاهوفيتش الراجل يعني ابتدى من اول ثانيتين ليه في دوري الابطال بيسجل فالمفترض بقى ان انت راجع تورينو هتلعب بقى كره أليجري ايوه اللي هو بقى هنقفل ونجيب جول ونخطف لكن اللي حصل ان فياريال هو اللي لعب كره أليجري يعني فياريال لعب ماتش دفاعي رخم
وانا يعني راجل شايف فياريال عامل ايه مع ريال مدريد كمان السنه دي في السيزون، فانا عارف ان هو فريق غلس. كنت سالوني يعني كنت سالوني قبل ما تلعبوهم. لا وامري كمان مدرب كويس حقيقي، يعني دور الاندر دوج ده بالنسبه له من الادوار اللي بيهواها. انا ما حبيت امري ده خالص، بس لا مع ارسنال ولا مع باريس ولا مع اي فرقه. طب ومع اشبيليه؟ اشبيليه هو راجل واخد يوروبا ليج عدد كبير، اكبر اكتر مدرب، اكتر مدرب خدها بطوله واخدها. فالحقيقه هو دور الاندر دوج ده بيستهويه جدا، و يعني رغم اني قلت ممكن ليفربول، يعني اكيد افضل ليفربولي قبله على بايرن ميونخ على مانشستر سيتي، بس لو سالتني من التير 2 تيمز يعني لا ما افضلش فيا ريال طبعا، يعني صح، يعني اروح لاتلتيكو مدريد او اروح لبنفيكا وما اروحش لفيا ريال. طيب ما تيجي نلعبها، كتبت الثمان فرق دلوقتي عشان ما انساش حد منهم، وتيجي نعمل قرعه مع بعض بتاعت يوم الجمعه دي دلوقتي. تمام. مين اللي هيلعبوا مع بعض في دور الثمانيه؟ مين هيلعبوا ولا مين اللي احنا عايزينه عشان تفرق اصلا؟ يعني حطها في النص بقى، ده الذكاء. لو حطها في النص كده يعني مش انا اللي عايزه، بس هو اللي هي تيجي تسالني اللي انت عارفه. اسالني في النص، هعمل نفسي مش شايف. دور الثمانيه مين يلعب مع مين؟ بص انا عايز بصراحه بقى ريال مدريد يلعب بنفيكا، لو بصراحه انا عيني منه من دور ال 16. ريال مدريد وبنفيكا. حلو تمام، اخترت كمل. علشان برضو نجيب حبيبنا هو عايز ليفربول واتلتيكو مدريد، نديله ليفربول واتلتيكو مدريد. عايز بقى بايرن سيتي بقى بصراحه. يعني انا عايز بقى اشوف ماتش بقى لسيتي في دوري الابطال بيلعب فعلا فريق بصراحه. انت عايز تضحي منهم بواحد عشان لما توصل للسيمي فاينل، انت عايز تضحي بواحد منهم وعايز اضحي واحد منهم وفي نفس الوقت بصراحه يعني اللي بيحصل مع سيتي ده ما شفتوش بيحصل مع اي فريق بصراحه، يعني بصراحه الحقيقه. وبياخدوا كمان يعني بيجوا مراحل الحسم بتاعه الدوري دي بيبقوا فرقه مريحه. فعايز اشوفهم بصراحه تحت الضغط. ليفربول وفياريال. ليفربول لا واتلتيكو، علشان اخونا نجيب. ليفربول واتلتيكو مدريد، ريال مدريد وبنفيكا، سيتي وبايرن، فاضل مين تاني؟ تشيلسي وفياريال. وتشيلسي وفياريال صح كده؟ ده هو قال ماليش دعوه، هو مسؤول عن كلامه. خلاص عشان بس هنرجع بعد القرعه. هتزعلوا مني. هنرجع بعد القرعه. ريال مدريد وبايرن ميونخ. يا قلبك. مانشستر سيتي وتشيلسي. ده الميت. فيا ريال واتلتيكو مدريد. عايز ياخد الرباعيه. خلي بقى فيا ريال وبنفيكا. لا لا فيا ريال واتلتيكو مدريد. واحنا هنضطر ناخد بنفيكا عشان ننقذ البطوله. ده عايز ياخد الرباعيه والله السنه دي، مش ممكن يعني. ده مش اتيتيودي بس انتوا اللي اجبرتوني. انتوا اللي اضطرتوني ان انا اعمل كده والله. انت قلت لي مين تاني افتكر؟ ريال مدريد بايرن ميونخ. اوكي. انا تقريبا شفت ماتشات لريال مدريد وبايرن ميونخ اكتر ما شفت الاهلي والزمالك. يا عم ده احنا بيلعبوهم كل لا بس انا بس بقول لك ايه، لو خيرت سفرت حكم كده عادي يعني. بقول لك ايه، لو خيرتني من بايرن وسيتي لا اخد بايرن تمام، يعني لو خلاص الدنيا سودت في وشي وهاخد واحد من الاثنين فناخد بايرن. انا مش عايز العب جوارديولا بصراحه، صح؟ مش عايز العب بالظبط كده عشان لا هو يعني انشيلوتي بالنسبه لجوارديولا هيبقى خصم مناسب. انا عايزه ياخد توخيل، عايزه يعاني. اكبر اصعب ماتش حقيقي اللي هيلعب تشيلسي. اللي هيلعب تشيلسي هيزعل جامد. تشيلسي توماس توخيل عامل فريق قوي قوي. توخيل انا بعتبره كمان مدرب تكتيكال قوي جدا، منظومه دفاعيه قويه، يعني بيتعمل عليه فرصه واحده خطر في الماتش بالعافيه لو اتعملت. فالحقيقه لا يعني توخيل انا بالنسبه لي تشيلسي مرشح قوي لدوري ابطال تاني مره على التوالي. انا على فكره متفق مع نجيب، بس في حاجه وبيني وبينك بصراحه برضو اللي بيحصل مع تشيلسي احيانا بيخليني، وبرضو علشان انا مستبعد ان ريال مدريد يكسب البطوله، ان ريال مدريد مش جاهز يكسب البطوله. بس اللي بيحصل مع تشيلسي احيانا بحسه ظالم رياضيا شويه. يعني خلاص انت خدت عقوبات واجبرت ابراموفيتش اللي هو يبيع النادي، بس بصراحه في حاجات غريبه شويه، يعني ما يقدرش يبيع تذاكره، والفرقه ما تلاقيش فلوس انها تدفع الرواتب بتاعت اللاعبين، وطبعا في لعيبه هيخلص عقودها مش عارفه ان هي تجدد ليها، فطبعا ده تشتيت للعيبه. يعني واحد زي روديجر مثلا دلوقتي يفكر بقى هروح فين في نهايه السيزون، ولا اكمل مع تشيلسي بشكل عام ازاي؟ حاسس ان هم مظلومين رياضيا. فبصراحه يعني انا لو اتمنيت فريق ما بشجعوش يكسب دوري الابطال هتمنى تشيلسي، علشان انا شايف ان هم فعلا مظلومين جدا. وزي ما قال كان نجيب، هم عاملين فرقه كويسه قوي. يعني تخيل يا كريم ان هم مش عارفين يلعبوا بتيشيرت مع الوش الراعي بتاعهم علشان ما عندهمش تيشيرت. يعني هم عايزين يعملوا تيشيرت مش عليه الراعي اللي هو 3، فبيلعبوا بالتيشيرت ده لان ما عندهمش تيشيرت من غير راعي. فالوضع صعب جدا في تشيلسي. فطبعا لو توخيل قدر ان هو يحافظ على تركيز اللعيبه، لان منطقي ان اللعيبه دلوقتي بقى تبتدي تفكر وانا هعمل ايه السيزون الجاي؟ طب اكمل ولا ما اكملش؟ طب ابتدي اتكلم من دلوقتي واطلب من الوكيل بتاعي ان هو يتفاوض لي مع انديه ثانيه ولا لا؟ فلو تشيلسي قدر ان هو او توخيل قدر ان هو يتغلب على الحته دي ويحافظ على تركيز لعيبته، انا بصراحه اتمنى ان هم ياخدوا البطوله، يعني رغم ان انا ما بشجعش تشيلسي. لا لا مش مختلف. مش مختلف، انا ضد الخلط الكبير اللي حاصل ده. توخيل مدرب كبير، تشيلسي شئنا ما بين يعني فريق كبير الحقيقه وقوي وبيقدم كوره، يعني في حاجه بتحصل في الملعب.
الخلط وانك تظلم ناس ملهاش علاقه بده، ده شان مش مظبوط خالص. فلو هتمنى حد غير ليفربول انا مش هيبقى عندي مشكله خالص في تشيلسي، هو بالمناسبه مؤهل لده لانه خلاص الدوري بالنسبه له انتهى، حظه سيء انه بينافس مشروعين اقوياء جدا في حجم ليفربول ومانشستر سيتي. بس هو السنه الجايه هيبقى منافس ثالث قوي على الدوري يعني. انا كل الكلام ده عاجبني جدا، حلو جدا بصراحه. بس هو ليفربول يا ريال مدريد، ما هو ده اللي انا عايزه. بس لو يعني لو الدنيا وقفت قدام ليفربول وريال مدريد تبقى تشيلسي. بص يعني انا وكين مش سيتي. انا اتمنى ان هو يبقى موسم تاريخي لمحمد صلاح، يبقى في ان شاء الله باذن الله كاس عالم وتتويج برباعيه لو ان شاء الله يعني ربنا اكرم برباعيه. وزي ما بقول لك انا يعني برضو ايه، علشان بصراحه يعني انا لو ليفربول بيلعب ريال مدريد اشجع بصراحه ريال مدريد، يعني دي ملهاش علاقه. في 2018 شجعت مين بصراحه؟ في 2018 شجعت مين؟ ريال مدريد. وانت يعني لا انا ما بشجعش حد غير ليفربول. بس اقول لك حاجه، اصل انا بشجع ريال مدريد جدا، بحب ريال مدريد جدا، انا عارف طبعا. بس تحديدا في 2018 فكره ان انا اشوف لاعب مصري هيشيل كاس دوري ابطال اوروبا ديت ما خلتنيش اشوف ريال مدريد، انا كرهت راموس ساعتها. طب انا هسالك سؤال. قول لي. انت فاكر وقتها دي كانت نقطه خلافيه كبيره طبعا، انك ناس مصريين كتير بيحبوا ريال مدريد وقدامك صلاح بيلعب فاينل. لا انا هنا بقى ايه الحس الوطني مسكني شويه، لاعب مصري ماسك الكاس. انا كنت الاقي الريبلايز على طول على تويتر، انت يا عم مواليد حواري مدريد يا جماعه بتشجع الفرقه من وانا صغير، اعمل ايه؟ عندي كوره. بس الحته دي تحديدا بتاعت صلاح، لا انا بحن بقى اللي هو ايه. هسالك انا بقى سؤال، خلينا انا بقى المذيع المره دي. يلا يلا. صلاح لو راح برشلونه زي ما التقرير بتقول، وانت راجل اهو بتشجع ريال مدريد وانا عارف من زمان بتشجع ريال مدريد، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ والله العظيم بص يعني عالمي. دي الاسئله بيسالوها، يقول لك ايه السؤال الصعب اللي في الخانه. تمام، شجع برشلونه بجد فعلا. دي المفاجاه. بص لو صلاح يعني بص لو راح فين تمام، انا مع صلاح. بص انا مريض بحته ايه، وانتوا كلكم عشتوها معايا اكيد. انا لما كان دروجبا بيكسب بطوله بهلهل واقول يا سلام، يا لاعب افريقي خد دوري ابطال اوروبا وخد الدوري، ايتو يكسب بطوله يا نهار ابيض، ايتو كسب بطوله عشان لاعب افريقي بس. فانا قدامي لاعب مصري دلوقتي بيلعب وهيكسب دوري ولا هيكسب دوري ابطال اوروبا، واقول اصل يعني انا بحب فرقتي اللي هي على فكره انا احترم جدا الراي ده بالمناسبه يعني، واحب اللي يحترم رايي يعني. انت لو ما تحترمش اقل على المايك. لا انا اقصد اقول لك ايه، ان هي في الاول وفي الاخر دي كوره يعني، مش عصبيه، كل واحد ومشاعره يعني، تقدر تحركها ما تقدرش تحركها، تمسك في حاجه. الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. بس انت سالتني فقلت لك انا بعيشها ازاي يعني. لا طبعا انت كده، لا انا كده فعلا متفاهم قد ايه انت فعلا بتحب الفريق اللي بيلعب فيه صلاح مهما كان. فخلاص انا كنت كده مع جوزيه مورينيو حتى، مش مع محمد صلاح. انا كنت بشجع انتر وتشيلسي، ودول اكتر فريقين ما حبيتهمش في حياتي. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل هذا الحوار الممتع جدا مع أمير عبد الحليم وأحمد نجيب، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. طيب نجيب، إيه رأيك نروح لمنتخب مصر؟ يلا. يعني أنا خلاص يعني كل فضل 9 أيام صح؟ خلاص كل دقيقة مضطر أتكلم على منتخب أنا مصر. ما بنامش، مضطر تروح بدأت بقى يعني. بنامش بقى اللي هو من التوتر بالظبط كده. طيب الكلام بتاع الكورة بقى، بتعامل مع منتخب السنغال إزاي؟ وإحنا عارفين عشان ما نقدرش نكرر الكلام انه على الورق منتخب السنغال اكيد كتشكيله اقوى بسبب الفرق اللعيبه بتلعب فيها يعني اوروبيا، بس احنا عندنا اكيد نقاط قوه كبيره نقدر نطمن بيها الناس. كنت بفكر في دي النهارده، كنت برتب حاجه كده هعملها الاسبوع الجاي، فكنت اشوف احنا محتاجين ايه قصاد السنغال، محتاجين نحسن ايه او نعمل ايه ما كناش قادرين، ما عملناهوش يوم الفاينل يوم نهائي افريقيا. انا شفت منتخب مصر عنده 3 مشاكل رئيسيين كانوا السبب انه ما قدرش يظهر بمظهر معقول قدام السنغال. العامل البدني، وده خلاص احنا نتفق ان كانت مشكله نجام بطوله وماتشات كتير متتاليه، فانت مش هيبقى عندك المشكله دي صح. النقطه الثانيه ان بقى عندنا ظهير ايمن بيجيد الدفاع امام لاعب بحجم ساديو ماني، ودي نقطه كيروش ديفينتلي بيشتغل، فاحنا محتاجين نحل الازمه دي. الخروج بالكوره من لعيبه خط الوسط بتاعنا الثلاث ثمانيه الثمانيتين اللي بيلعبوا او الثمانيتين والسته، في ارجيومنت هنا، في معضله عندنا في الخروج بالكوره. تحولاتنا كلها قائمه على تمريره واحده طويله في اتجاه مصطفى محمد او محمد صلاح، واحنا الحقيقه عندنا مشكله، ده ما فيهوش تنويع. انت ما بتلعب مع فريق بحجم دفاع السنغال باطواله بذكائه الفطري الحقيقه، لاعب زي عبدو ديالو المساك الشمال ده راجل بيعمل بريفنتيف ديفنس او الدفاع الوقائي او الرقابه الوقائيه، هو مش مستني مصر تقطع الكوره علشان يبدا يدور محمد صلاح فين، هو والكوره في رجل السنغال هو مطلع صلاح بره اللعب صح. فانت ما عندكش اوبشن اصلا انك تخرج على صلاح من اللعبه الاولى، لكن تقدر تخرج على صلاح من التمريرة التانية أو التمريرة التالتة، بس لازم تعرف تخرج بالكرة على الأرض ثلاث لعبات تقريبا. لازم كيروش يحل المعضلة دي برضو. الحاجة التالتة والأخيرة عودة مهاجمك للتهديف. منتخب مصر محتاج يعمل يحل الثلاث معضلات دول، وبالتالي احنا هنروح لظهير أكثر اتزانا
من اللي ظهروا في البطوله، والاقرب بالنسبه لي هو محمد هاني. حاجه الثانيه في لعيبه خط الوسط، انا اظن هو بيدور حاليا على حد يقدر يلعب في المكان ده، وليكن زيزو او امام عاشور، يلعب مع اتنين من التلاته اللي كانوا موجودين في البطوله اللي هم حمدي والسوليه والنني. واحد فيهم انت هتلعب في ملعبك، انت مطالب بنتيجه ايجابيه في المباراه الاولى، هيبقى معاك مسانده جماهيريه كبيره. احنا شايفين الحاله الجميله الحقيقه اللي المصريين بيعملوها في محاوله لحجز التذاكر والتواجد في المباراه، فدي حاجه هايله جدا يعني، فمتوقع مسانده كبيره لمنتخب مصر. شايف انا كنت بقول النهارده في الانترو، بقول ان الجماهير اللي رايحه الماتش ده هي عندها مهمه كبيره جدا، زيها زي اللاعبين والجهاز الفني. فلو حضرتك عندك مشكله بدنيه او مشكله فنيه في طريقه التشجيع، او مشكله بدنيه انك مش هتقدر تشجع 90 دقيقه كلها زيك زي اللاعب، ما تروحش يعني، ما تاخدش التذكره، او مشكله تشاؤميه مثلا، ناس حضرت ماتش 6-1 في غانا زينا كده، زيكم انا مش انا ماليش دعوه، انا ما طلعتش طالعه للمنتخب وما كسبتش. انا وامير كنا للاسف في الماتش ده، ماتش ماساوي، ذكرى اسوء ذكرياتكم. انا ما زلت محتفظ بالريكورد بتاعي في المنتخب. انا قلت كده بصراحه، بس انا ما قلتش بسبب تشاؤم، عشان قلت اخبي على الناس، بس انا قلت ان انا كده مش هروح، عشان انا مستواي البدني مش هيسمح لي. عارف انت اللي هو ايه، لما في فرقه بتيجي تخسر يقول لك بس بدنيا ما كانتش كويسه. انا بدنيا مش كويس، حنجريه بالظبط، مش هيكمل تشجيع 90 دقيقه، بدنيا مش كويس. طيب امير، ايه طيب الحاجه بقى الايجابيه اللي نتسند عليها في المباراه ديت؟ انا عارف انه اكيد زي اي منتخب عنده سلبيات وعنده ايجابيات. ايه الحاجات الايجابيه اللي نقدر نتسند عليها ونقول للناس يا جماعه ما تتشائموش قوي، بلاش تقولوا ان المنتخب السنغالي ده منتخب فظيع ما يتغلبش، لا احنا عندنا حاجات قويه، واكيد هم عندهم حاجات ضعف ممكن نستغلها. طيب انا بس في البدايه هاخد من الحته البدنيه اللي اتكلم فيها نجيب، واقول ان انا لحد دلوقتي مش فاهم احنا ليه طلبنا ناجل الماتش بتاع العوده يوم. بصراحه اللي كان مفروض يطلب الطلب ده هو منتخب السنغال، تمام، لكن هو الماتش في صالحنا. يعني انت دلوقتي بتتكلم ان انت بتلعب ضد منتخب اغلب لاعبيه محترفين، فهيبقوا جايين من اوروبا هيطلعوا على السنغال، وبعد كده من السنغال هيروحوا جايين لك على مصر، وبعد كده يخلصوا ماتش مصر ويروحوا راجعين لك على السنغال. فبصراحه ثلاث اربع سفريات كده في ثلاث ايام، لكن احنا اغلب لاعبينا من الدوري المحلي. اهو اللي حصل بالظبط. فدي النقطه، اهو اللي حصل، دي النقطه البدنيه اللي انا حاسس ان هي كان ممكن نستغلها، بس احنا ضيعناها. اظن كل الخمس ماتشات اتعاد تعملهم ريسكادجولينج، وهيتلعبوا جمعه وثلاث خلاص، يعني كله يعني كله، مش احنا بس يعني. بس انت كنت من الناس اللي طلبت يعني، صحيح ده في الاول. فدي برضو النقطه، الحته البدنيه. بالنسبه بقى للمنتخب بشكل عام، فهو السيستم اللي احنا لعبنا بيه ماتش النهائي اكيد مش هنلعب بيه الماتش بتاع القاهره. احنا في ماتش النهائي زي ما قال كده نجيب، كان عندنا مشكله في الحلول الهجوميه. احنا كنا بندافع كويس قوي، وما فيش دليل على كده اكتر من ان محمد عبد المنعم الشاب الصغير اللي اول بطوله شاركها مع منتخب مصر خرج في التشكيل الاساسي للبطوله. فاحنا لعبنا بطوله مميزه جدا دفاعيا، بس خصوصا في ماتش النهائي احنا ولا كان بننقل الكره بشكل كويس من نص الملعب لخط الهجوم، ولا كان عندنا حلول هجوميه بعيدا عن محمد صلاح. تمام، في ماتش القاهره ده مش هينفع يبقى موجود. ليه؟ لان انت مطالب ان انت تسجل، صح، عشان لما تروح السنغال تلعب نفس الجيم اللي لعبته في نهائي افريقيا. صح. تمام، انا من اللي انا عارفه من الجهاز الفني المنتخب مصر ان الراجل بيميل اكتر للمحترف، بيديله ادفانتج عن اللاعب المحلي. مظبوط. فعلشان كده تخيلي ومع رغبتنا في التسجيل ان هو الاثنين اللي هيلعبوا رقم 8 هيبقى عمرو السوليه ومحمود حسن تريزيجيه. انا بصراحه عاجبني ناصر ماهر جدا، وابتديت افكر ليه ناصر ماهر ما ينضمش، راجل متالق ويبقى له ولسه مسجل هاتريك اهو اول امبارح، وماشي بشكل كويس جدا مع فيوتشر، ليه ما يبقاش موجود؟ يعني من ضمن الحاجات اللي انا فكرت فيها يعني. انا معاك، بس هو الراجل يعني توليت قوي الهاتريك اللي اتسجل امبارح ده، هو الراجل استقر. ما هو لا، هو بقى له فتره ماشي كويس. بالظبط، من كاس الرابطه تحديدا، يعني من فتره كاس الرابطه. تفتكر التوقيت يستحمل دخول عنصر جديد؟ ما انت مدخل محمد هاني فروم سكراتش، ما انت مدخل محمد هاني، محمد هاني ومدخله اساسي كمان. انا مش مختلف، بس ما بقاش من الناس موجوده اصلا في الباك رايت. انت كنت رايح البطوله، طب ما يلعب امام عاشور، كنت رايح البطوله باكرم توفيق، ما هو مش باك رايت، وعمر ماشي، بس هو لعب مش باك رايت ضد ساديو ماني، فخلاص خد الخبره. لا ما لعبش، انا مختلف في حته لعب بشكل كويس دي الحقيقه يعني. لا يعني تعرضنا لمشاكل كتير هو من هو الجبهة. اعتقد ان الراجل لما هيجي يحسبها هيجي يقول لك ان ده واحد لاعب ضد نفس اللاعب، فانا لما احطه ضد نفس اللاعب اكيد مش هيبقى عنده رهبه
زي يعني رغبه ان هو يلعب ضد ساديو ماني زي لما اجيب محمد هاني، حتى لو محمد هاني مثل منتخب مصر قبل كده، واقول له تعالى يا معلم بقى العب ضد ساديو ماني. اعتقد يعني الله اعلم مش مختلف، هو طرح طبعا انا مش بس هو هو عامه كروش على فكره ممكن يفاجئنا عادي جدا باسماء جديده في القايمه دي. خلاص شفناها صح. الراجل قايمته ضد انجولا والجابون مختلفه عن قايمته ضد صح. ليبيا مختلف فاه ممكن يفاجئنا باسماء جديده صح. وعلى فكره حرفيا يعني حرفيا انا حتى لو اتفاجئت انا تمام بالزبط. يعني انا هقول ايه عندنا ثقه فيه الراجل ده، انا عارف هو هيعمل بيهم ايه كويس، فحتى لو انا اختلفت مع لاعب دخل او لاعب ما اتدخلش انا تمام، انا الراجل ده ادانا ثقه وادانا الاماره، هو زود رصيد الثقه بتاعه فبقت الناس متقبله منه فكره ان ادينا معلم اسماء جديده. ليه؟ لان شفنا محمد عادل منعم وهو احسن مدافع في البطوله صح. وشفنا ابو جبل لما بيشارك بيعمل اداء عامل ازاي، وشفنا عمر كمان عبد الواحد، عاشور بيلعب باك رايت، وشفنا امام عاشور طب عمر كمال ممكن يلعب باك رايت ممكن طبعا بالظبط، بس في النهايه هو هيختار اثنين ده قصدي يعني، فعمر بالتاكيد موجود بس انا بتكلم محمد هاني كمان هيكون موجود هو الثاني مكان اكرم يعني. هو عامه انا افضل ان اللي يلعب الماتش ده واحد يكون شارك في كاس الامم الافريقيه، وانا يا اما يا اما عمر كمال. عمر كمال صحيح ما لعبش ماتش السنغال بس لعب قدام عتاوله ضد كوت ديفوار وضد المغرب وضد الكاميرون طبعا. اي 11 بقى انا خلاص اي 11 هو دي النقطه، اي 11 بقى انا خلاص. نجيب شرفت ونورت كلام، شكرا يا كريم، شكرا يا حبيبي، شكرا يا كريم وشكرا لنجيب حبيبي، شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، اشوفكم يا رب يوم السبت القادم ان شاء الله.